10 فبراير 2021 أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، وحياكم الله في حلقة صباحية جديدة مع شمس البحرين. طبعا محمد صباحك الله بالخير، شلون صباحك عقب أمس اليوم صباح النور؟ طبعا يوم نشيط كان، ويوم مليء بالحيوية والنشاط بعد اليوم الرياضي بالتأكيد، كانت مبادرة مميزة والحمد لله طلعنا بفعاليات مميزة في هذا اليوم. الحمد لله، ننتظر إن شاء الله عودة الحياة لطبيعتها في السنة الجاية، ونشوف أكيد القرية الرياضية بالتأكيد اللي ينتظرها الجمهور إن شاء الله. طبعا صباح الخير، وأصبح على مشاهدينا بأجمل التحيات. محطات متنوعة بتوقف عندها لهذا الصباح، صباح الأربعاء عندنا في البداية. طبعا في البداية حابين إن احنا نذكر المشاهدين بأن النسبة المرتفعة اللي تم الوصول لها من الحالات القائمة في العائلة الكبيرة تعكس أهمية مواصلة الحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في مختلف الأوقات والأماكن، وعدم التساهل بها في النقاط الأسري أو النطاق الأسري الممتد، خاصة مع ضرورة التقليل من التجمعات بقدر الإمكان. آدم علي رغم صغر سنه إلا أنه يعتبر عبقري في مجال الفضاء. استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدعمه عرف بعشقه للفضاء ومتابعته للكواكب والنجوم. بالتأكيد خلونا نتعرف أكثر على آدم علي ومعنا والد ريم حسن. صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا. صباح النور، يا هلا والله. يا هلا مرحبا. طبعا أم آدم ببتدي معاك، أبي أعرف متى اكتشفتي ميول آدم وحبه للفضاء وهذه المجال تحديدا؟ آدم ما شاء الله من تقريبا عمر سنة بدينا نحس أنه ذكي وفطين، بعدين بدأ عنده حب الطيارات، وبعدين حب الروكتس والسبيس شيبس. بعمر تقريبا الأربع سنوات بدأ يرسم، ياخذ أوراق بيضة ويرسم الكواكب بروحه، ويعيد رسمه مثلا 5-6 مرات في اليوم. أكثر من مرة. أكثر من مرة، وبس يجي ويراويني إياها، يعني هي نفس الرسمة بس هو ما شاء الله يعني يعرف حتى ألوان البلانتس كان، هذا في البداية. ما شاء الله. وبعدين بديت أسوي وياه كرافت، يعني نقصص أوراق ونلونهم ونسوي عشان هو يتشجع أكثر. بدأ يطالع فيديو في يوتيوب وصار يجي يخبرنا عن البلانت، فكنت ما شاء الله يعني أستغرب من المعلومات اللي يقولها، يعني يعرف عن مثلا الغلاف الجوي، يعرف عن تكوين الكوكب، يعرف سموا هذا الكوكب على اسم من. ما شاء الله يعني عنده معلومات واجد قوية. إيه ما شاء الله عليه. خلينا نسولف شوي مع آدم. آدم شلونك أول شيء؟ زين. شنو تحب في الفضاء؟ أنا أحب جوبيتر، أكبر واحد في الفضاء لأنه أكبر من كل البلانيت. تعرف الكواكب الثانية بعد؟ شنو هما ومن الأكبر من الأصغر؟ قول لنا، إحنا ما نعرف. الأصغر واحد بالعالم إنه هو بلوتو، بس هي أكبر دوار بلانيت في اليونيفرس. حلو. وشنو الكوكب البارد، الكوكب الحار؟ الحار واجد، الكوكب مو يعني مركري، يعني فينوس is the hottest one in the universe. انت وايد متحمس اليوم حق تيه اللقاء، لا تقول لنا على المجموعة الشمسية. شنو تحب بعد في الفضاء زيادة؟ ليش يعني حبيت الفضاء؟ What's your favorite thing in space? Black holes. سلام، ما شاء الله ما شاء الله دخل في المواضيع المتعمقة يعني حتى في الفضاء. إيه يعرف تفاصيل البلاك هولز بعد. Do you want to tell them about the black holes? What is so special about them? The event horizon is a black outer thing, and it is when something too close to the event horizon it will suck in. It will stretch and then suck in. ما شاء الله. طبعا هو يشرح الثقوب السوداء في الفضاء. حلو. يعني ما دام ممكن أنا يعني في الكثير من الأطفال ممكن يكونوا موهوبين أو يميلون إلى مجال معين ويحبون أنهم يتعمقون فيه، وخاصة الحين ما عندهم يعني نطاق محدود، ما شاء الله المجال مفتوح لهم، حتى بضغطة زر في التلفون أو في الآيباد ممكن أنهم يوصلون إلى معلومات كثيرة، وطفل اليوم مو مثل طفل الأمس، أكيد يختلف. لكن أنا حبيت أن أنت ما شاء الله تقعدين لك مثلا صبورة مع أنه هو يرسم لك الرسمة أكثر من مرة في اليوم، وتستقبلينه وتقولين له وتعدلين له وتسوي له. فأبي أعرف شنو الأساليب أو الطرق اللي تستخدمينها على أساس أن أنت تشجعينه أكثر في التعمق في هذا المجال. طبعا التشجيع يعني حتى لو كان يجيب لي نفس الرسمة كل مرة، كنت أراوي أنه أنا منبهرة منه، أن الشيء واو اللي قاعد يسوي شيء فظيع يعني.
وكل مرة أقول له اشرح لي أكثر اشرح لي أكثر، مثلاً ما قلت لي عن كذي، ما علمتني عن هذا الكوكب. فهو كان بعد يحب يروح يشوف ويبحث، حتى حق الأهل والأصدقاء يعني يتصل حق خواتي يعلمهم أوكي. يعطيهم معلومات. وبعدين ما شاء الله التكنولوجيا، يعني هو يبحث بروحه في يوتيوب، يكتب اسم الكوكب أو أي شيء في الفضاء يبحث عنه، فلما يجي يقول لنا المعلومات نراوينا هذا إنجاز اللي قاعد يسوي. وبعد ما شاء الله عليه هو قاعد يقارن روحه بالعالم ألبرت أينشتاين، يعني ما شاء الله إيه طفل عمر 5 سنوات يروح يطالع فيديو عن عالم، إنه شلون هو تنبأ بوجود مثلا الثقوب السوداء، أو شلون هو كان منجذب لل يعني منبهر بموضوع الجاذبية والمغناطيس وهاي الأشياء. حلو كلش في عمر 5 سنين. هذه يعني الأشياء طلعت لك كلها بالفطرة، ما كنتوا أنتوا يعني في البيت مهتمين في هذه المجال؟ لا أبدا، هو بس بدأ عنده حب الطيارات والبلانتس منه ومن نفسه، يعني هو كلنا ما شاء الله هو يعني هذا كله مجهوده هو، حتى ما شاء الله اهتمام الشخصي كان، اهتمام الشخصي ومجهوده بعد يعني ما شاء الله، وتشجيع منه أكيد. تكلمت عن او تكلم ادم معنا قبل شوي عن الكواكب، خلينا نتكلم ادم عن سبيس شيبس، مركبات الفضائيه. ودي نوبات يعني when the rocket just lift off and it hit space something just the parts they don't need it they will fall and then land. The first one is the boosters. They fall and then they're close to the atmosphere. The boosters fire up and then go down and then they just go down and then land. What's the next step? The other one is the nose cone. It fall and then the other one is the second stage. It falls and then what is left? The space station. The International Space Station is not reformed yet. It's reformed and it's orbiting. And then the spacecraft go in the parking spot. So the spacecraft park in the parking spot where the International Space Station is. Then it's park. Then the other astronauts went up to the International Space Station. And then they show the spacecraft orbit the Earth. ما شاء الله حلو انه عارف حتى يعني المركبه تروح شو تسوي وشنو تخلي هناك وشنو شلون ترجع. تفاصيل ما شاء الله عليه. وكل هذه الاشياء شافها في يعني شافها كفيديوهات في الانترنت انت تشوفينه وهو يعني قاعد يتعمق اكثر في المعلومات اللي ياخذها، يعني ما شاء الله من خلال شرحه يبين انه هو شايف الشيء. شايف إيه، طالع الفيديو أكثر من مرة بعد ويحفظ المعلومات، طبعاً الفيديوهات اللي طالعها مو مالت أطفال أبداً. فمن كذي ما شاء الله والمعلومات حتى اللغة الإنجليزية عنده، هو ما راح مدرسة يعني ما تابع المدرسة، اتطورت من هذه الفيديوهات. ما شاء الله يعني اليوتيوب مفيد جداً بالنسبة حق إذا انتقينا الشيء اللي أكيد طبعاً. يعني أنا أبي أسألك عن الحساب في الإنستغرام، تكلمنا يمكن عن اليوتيوب وشو آدم قدر أنه يستفيد منه في مخزون المعلومات اللي عنده. أنت متى قررتي أن أنت تفتحي له حساب على الإنستغرام وشنو الهدف منه؟ هو الفكرة جتني لما أول شيء بديت أصوره فيديو في البيت عادي، يعني حتى تشوفهم في الإنستغرام ماله بالبيجامة في البيت ويعني على راحة حياته طبيعية. فكنت أطرش لأخواتي وصديقاتي استانسون واجد عليه، كلهم كانوا يقولون راويته مثلا امي راويته اختي استانسوا عليه وكذي، فقلت افتح له حساب عشان الكل يشوف، يعني من الناس المقربين اول وكان برايفت حسابه، فصاروا يشوفون. بعدين شفت ان الناس اكثر اهتمام وانترستد انهم يطالعون حسابه، فتحنا. وبعدين اشتركنا في جمعيه شباب البحرين الفلكيه، صار هو اصغر عضو وياهم، وحين قاعدين نجهز له برنامج لرمضان بعد على الحساب ماله يعني. ما شاء الله شيء جميل. آدم أنا أشوف اليوم معاك كتاب Living in Space مكتوب عليه. تبي تروح تعيش هناك؟ هادي. أنت بتروح تعيش في السبيس؟ شلون بتروح؟ يعني هذه الـ International Space Station أول شيء هذه سويا spacecraft it parked already. كل هني في in this What will you do inside the space and station? And then this is the Soyuz spacecraft. This is the park. This the parking spot of the Soyuz spacecraft. This parking is from the International Space Station. Okay.
and the parts are not needed, they fall. First, the boosters. Second, the non-scone. The third is the second state. And then the Soyuz spacecraft. And then the solar panels open up. And then it park into the parking spot. They know how to fix the International Space Station or the Soyuz spacecraft underwater. No, I don't. Underwater. They practice underwater, yeah? And they need to speak Russian and even English. Oh, تعلمت Russian بعد؟ لا. بتعلم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. من بعلمك Russian؟ ها؟ من بعلمك Russian؟ دام تعلم الانجليش بروحه ما شاء الله على اليوتيوب راح يتعلم روشن. هو الاسترونوتس لازم يكونون عارفين اللغتين الروسيه والانجليش على حسب يعني اللي مذكور في هذا الكتاب. يعني ما شاء الله عليك قعدنا يعني قاعدين نشوف من حتى طريقه الكلام ان الاكسنت ماله يعني ماخذها بطريقه ممتازه مثل ما ذكرتي انت من اليوتيوب، فاكيد يعني الروسيه ما بتكون صعبه عليه كل شيء، وخاصه الطفل في هذه الوقت اعتقد انه يعني ذاكرته تكون مفتوحه يعني فيقدر انه هو ياخذ الاشياء بسهوله ويتعلمها. يعني امانه ما ابي اكلمك عن لقائك مع الشيخ ناصر، ابيك تكلميني اكثر عن هذا اللقاء. والله كان لنا الشرف صراحه ان احنا يستقبلنا هناك الشيخ ناصر واعطانا دافع وامل كبير عشان احنا نتقدم بعد في هذا المشروع. حتى ادم كان مستانس لما شفناه، يعني ما صدق بعد ان احنا هناك رايحين، صح ادم؟ Were you excited؟ يلا تكلم. استانست ادم يوم طلعك الشيخ ناصر؟ ايه. شنو قال لك؟ أنا هو أعطاني present. حلو. وبعد أنا كان عندي spacecraft بس أعطاني الجفت وبعدين تقدر يتكنوف. سلام. Do you want to thank شيخ ناصر ماما؟ يلا let's say thank you شيخ ناصر. Thank you شيخ ناصر. ما شاء الله عليه يعني شيء جميل ما شاء الله نطالع الطفل بهالعمر عنده اهتمامات بهذا الحجم شيء. أيوة وانا بعد احب اشكر سمو الشيخ على دعم هذه الموهبه الحلوه، ما قصر ما شاء الله. حلو، يعني هو دعم الشيخ ناصر اكيد ودعمك انت كأم اكيد ان انت اعطيتيه الدافع مثل ما ذكرتي، والشخص اذا ما كان اللي حوالينه يدفعونه ويخلونه انه هو ينجز اكثر اكيد او يتشجع اكثر ما بيوصل، فاكيد انت لك دور كبير في هذه النقطه. يعني لو بنتكلم عن مثلا الخطط المستقبليه اللي حطيتها انت حق ادم، اكيد انت تشوفين شنو هو ممكن يصير في المستقبل او انه شنو الخطوات التاليه الحين من بعد ما يعرف هذه المعلومات، يعرف شنو في شيء في قادم الحين على المدى القريب. اول شيء عنده يعني قاعدين نخطط ان نسوي له ورشات عمل اونلاين كلاسز بسبب الاوضاع بعد الحاليه، انه يعلم الاطفال واحنا حتى الكبار قاعدين ما شاء الله نتعلم منه، مو بس اطفال، يعني نسوي له ورشات عمل اونلاين كلاسز نعلم. وبعد عنده برنامج في رمضان 30 حلقه راح يعلم الناس بعد كل يوم عن موضوع معين عن الفضاء. ممتاز. و يعني اتمنى لو يكون في مدرسه يعني نتخصص في العلوم وياه من الحين من عمر صغير، يعني هذا بعد خطوه ان شاء الله قريبه ان شاء الله. بالتاكيد يمكن بحرين لاحظنا بالفتره الاخيره من عام 2018 لغايه اليوم اهتمام كبير بالخليج في علوم الفضاء، صح. وان شاء الله يكون عندنا مشروع اول رائد فضاء بحريني. ادم اي كوكب تبي تروح لين رحت للفضاء؟ بروح يعني في المون. تروح في المون؟ ما تبي تروح الكواكب الثانيه؟ ايه بروح يعني في واحده. شنو تبي تسوي هناك؟ ابى اروح في يعني ما بجوبيتر، ما في سولت جرام مارس. اكو يقولون يروحون مارس الحين. إيه؟ تبي تروح؟ ايه. بتسكن هناك ولا بتسكن هني في الارض؟ بروح هناك. بتروح هناك تسكن؟ خلاص طموحي بيطلع من الارض. ادم تشوف افلام عن الفضاء؟ ايه. ستار وورز شفتها؟ لا. شنو بعد شفت؟ يعني some strange planets. في واحدة planet strange planet أعرفها. شنو اسمها؟ HD 106 نانو 6B. ما شاء الله. هذه. إيه يعني. It's a red planet. It's a red planet like Mars. في الفترة الأخيرة في وايد أفلام عن الفضاء، ممكن يعني يمكن في السنين الجاية يشوفها وأكيد بينتقدها، يمكن بيلاقي أخطاء فيها في الأفلام. إيه. يمكن هذا الشيء ينمي مثل ما نقول
انتقاد الافلام عنده وانتقاد اختيار النقاط البسيطه يمكن تذكر في الافلام لجانب السيناريو، لكن هي على ارض الواقع ما تطبق. اكيد ما شاء الله هو يحب النظريات، يحب الفيزياء بعد، يعني دائما في المصطلحات اللي يستخدمها كلها مايلز وجرافيتي و يميل الى العلوم وهذه الامور طبعا بشكل اكثر. ونتمنى احنا ان شاء الله مع الايام يحقق كل ما يتمناه ويحقق احلامه ان شاء الله. ام ادم وادم علي كل الشكر لكم على تواجدكم معنا اليوم، استمتعنا معاكم في هذه اللقاء. احنا اكثر والله، شكرا، يعطيكم العافيه، الله شرفت. شكراً لكم. خلونا مشاهدينا الان ننتقل الى فاصل قصير ونواصل فقرات برنامج شمس البحرين، لا تروحون بعيد. طبعاً خلونا الآن ننتقل إلى فقرتنا التالية. قد يتعرض الأطفال إلى سوء معاملة في بيوتهم أو في مدارسهم أو في أي مكان في المجتمع، وتختلف أنواع وصور الإساءة اللي تعرض لها، وقد لا تمحى أثرها من النفس طوال حياته. أكيد طبعاً موضوع اليوم راح يهم كل أسرة عندها طفل تبي تربيه بصورة سليمة. راح نتوسع أكثر في أنواع الإساءات اللي ممكن يتعرض لها الأبناء علشان يتجنبونها الأهالي. يسعدنا تواجد أمل جميل سباع، استشاري أسري وتربوي. صباحك الله بالخير ويا هلا مرحبا. صباحكم خير وصباح جميع المشاهدين خير وتوفيق يا رب. ان شاء الله كالمعتاد تكون فقره فيها وعي للمربين ان شاء الله. بالتاكيد دائما مواضيع مهمه معك استاذه امل. في البدايه خلينا نتكلم بصوره عامه عن انواع الاساءه اللي ممكن يتعرض لها الطفل، وشلون ممكن تكون اساءه من الاهل او الاضطهاد. انواع الاساءات اللي يتعرض لها الاطفال بشكل عام ثلاث اساءات. الاساءه الأكبر بنخليها لآخر نقطة. الإساءة الأولى اللي هي الإساءات الجسدية، وعندنا الإساءة الثانية اللي هي الإساءات الروحانية، وآخر إساءة النفسية. طبعا في كل واحدة فيهم في العديد من الأنواع، ولكن أكبر إساءة يعني الواسعة على نطاق المدارس البيوت في المجتمع منتشرة هي الإساءة النفسية. الإساءة الجسدية واضحة جدا اللي تكون على شكل ضرب أو الاعتداءات، سواء كانت التحرش أو الاعتداء الجنسي، هذه الإساءة الجسدية. أما الإساءات الروحانية هي الإساءات اللي للأسف البعض يتبعها، يحاولون يرغبون الطفل في الصلاة مثلا أو في الدين بتخويفه من رب العالمين. فاحنا بهالطريقه ما نبني قاعده دينيه صحيحه، فانت تسيء اليه روحانيا. ليش في عدد كبير من يعني من الراشدين يحاول انه يحيد عن الدين؟ واحد من الاسباب انه في الصغر تم تخويفه، فهو تم الصوره الدينيه يعني او الروحانيه، وخصوصا ان الطفل الذات الالهيه عنده مو موجوده وهو صغير، المرجعيه عنده اهله. فلما احنا الاهل نوصل له صوره رب العالمين غلط بالتخويف، ودائما نتكلم عن يوم القيامه وعن عذاب القبر، في ناس يسترسلون في تخويف الاطفال بصوره تكون مخيفه. يعني ممكن ان احنا نحدثهم عن القبر بس بصوره تكون يمكن تكون فيها مثل مو تخويف، او يكون يعني بس على اساس انهم يستعدون لهذه اليوم، بس مو بصفه انه هو يكون فيها تخويف مثل ما ذكرت. شوفي جمانة، هو حتى لما احنا نحاول نوصل لهم المعلومة، ترى حتى المراحل يعني في مرحلة معينة ما نقدر احنا حتى لو كانت بصورة لطيفة توصلينها لي. يعني يمكن المراهق يمكن يبتدي يستوعبها، لأن المهارات الوجدانية روحانية تكون عنده أعلى، بس الصغير ما يفهمها، ما يقدر يستوعبها حتى لو كانت لطيفة. فهني تبتدي تصير فيه الإساءات. فاحنا نفس ما قلنا في الجسدية وفي الروحانية، وأكبر إساءة من حيث الانتشار واللي قاعدة تصير وفي ناس ما يدرون أصلاً أنها هي نوع من أنواع الإساءات، اللي هي النفسية. النفسية مثل التفرقة داخل البيت أو حتى داخل الصف، أنه تشوف فلان أحسن منك. صحيح. تشوف هذه ترى تقلل من ثقة الطفل. صحيح. في نفسه. أوكي، وخليه يمكن يكره إخوانه، يكره اللي وياه في الصف، صير مثل أخوك، صير مثل ولد الجيران. الدخلة في المنافسة طبيعي. ترى المنافسة للأسف ترى من 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 أسوأ الأمور اللي تتبع، وحتى داخل الصفوف يستخدمونها. الستيكرز، استخدم التعزيز الإيجابي بس لا تدخله في منافسة، لأن القدرات مختلفة. صحيح. فلما أجي أقارن محمد وجمانة تراهم مو نفس الشيء، كل واحد عنده إيجابياته وعنده سلبياته، فأنت قاعد تقارن السلبيات ما قاعد تركز على الإيجابيات.
فمثلا نفس ما قلت المقارنات، الألقاب والألفاظ اللي ينعت فيها الطفل طول الوقت، الخلافات داخل الأسرة بين الأم والأب والصراخ، هذا فيه تخويف للطفل. حتى ترى لو كان مراهق، يعني مو لازم يكون طفل في عمر الطفولة المبكرة أو المتأخرة. مثلا يعني اللي يصير من الكذب على الطفل، وان احنا نوعده بشيء وما نسويه. اوكي اوكي، فانت ما تكون المرجعيه الصح للطفل، يعني يفقد ثقته فيك اساسا، فبعدين لما يصيد اي موقف ما يريد يرجع اليك. فهذه من تكونت عنده فكره وخلفيه تكون بالضبط سلبيه عن هذا الموضوع. يعني لو بتكلم عن الاساءات اللي تعرض لها الطفل، انت ذكرت ان هي ثلاثه انواع، نفسيه وروحانيه وجسديه. هل ممكن ان هو الطفل يتعرض لها ثلاثتها دفعه واحده؟ ممكن ان احنا تكون يعني مثلا هذه الاساءه تجر هذه الاساءه، وهذه الاساءه تجر هذه الاساءه، هل ممكن ان يتم التعرض لمثل هذه؟ اكيد ممكن جمانه يصير، ويعتمد على البيئه، ساعات تكون داخل البيت، وساعات تكون في المدرسه، ساعات تكون بس ويا الجيران برا لو كان يلعب، فيعتمد. صحيح. فاحنا في نقطتين مهمين، اولا وعي المربين داخل البيت الام والاب، وحتى المره اللي طافت قلنا وعي طرف واحد كفيل انه يرفع بمستوى الاطفال. مو لازم اقول اوكي انا ام وقاعده اسوي وقاعده اعطي وقاعده وبس الاب ما قاعد يساعدني، لا، يعني طرف واحد كفيل ويؤدي المهمه احسن من ما يكونوا الاطفال مهملين. صحيح. فوعي المربين اثنينهم او واحد منهم داخل البيت يخفف من نوع هذه الاساءات، ان تكون كلها مره واحده دفعه واحده، ان انا اضرب اخوف، يعني ضربته حين إساءة جسدية صح، وخوفته قاعد أخوفه طول الوقت، إذا ما سويت تهديد، التهديد المستمر هذا التخويف، هذه إساءة نفسية. إيه، وإذا ما سمعت كلامي الله بوديك النار، إذا ما فتخيلي كل هاي الضغط على الطفل داخل البيت تعرض لها كلها مع بعض. صح. فإذا أنا كمربي واعي وعيت أن هذا الأسلوب ما يستخدم وياك برا، ولو أحد مثلا تنمر عليه، أحد استخدمه وياه برا، تعرض الطفل لا سمح الله لتحرش أو تهديد، يرجع لأن في ثقة في البيت، في قاعدة قوية، يرجع يتكلم. بس إذا أنا بخوف إنه في البيت، وهذه اللي تحصل بعد، كل ما يكون الطفل داخل البيت ضعيف ترى هو مستهدف برا. صح صحيح. إيه. بالتأكيد طبعاً أستاذة أمل، يعني نتكلم عن هذه الإساءة اللي تعرض لها الطفل، أكيد راح يكون لها أسباب وعوامل كثيرة تدعو الأهل أكيد. أو تدفعهم لممارسة هذه أنواع الإساءة طبعاً على الطفل. شنو هذه الأسباب والعوامل اللي تخلي الأسرة تسيء إلى ولدها؟ شوف، أول شيء إحنا نروح للقاعدة الكبرى، الوعي. الوعي ترى ما ترجع تقول هذا الإنسان متعلم ولا مو متعلم، ترى في متعلمين يمارسون أصلاً الضغط النفسي والتخويف، ترى واحدة من الإساءات النفسية المثالية، والطموح صح. إلى الكمال، تضغط على الطفل دائما يجيب لك الشهادة تقول له بس هني بس 95، ليش مو 100، ليش مو 98، أنت الثاني على الصف ليش مو الأول. ففي بعض المتعلمين يضغطون على أطفالهم بالطموح إلى الكمال والمثالية، هذا ضغط على الطفل صح. بعد زين. فإحنا لما نرجع إلى الأسباب نشوف الوعي، الوعي ما بقول يعني ان انا متعلم ولا لا، لما انا واعي ان اللي اتعامل اياه انسان انسان، يعني حتى لو كان حجمه صغير، احنا اللي يصير بسبب الاحجام، بسبب السلطه اللي عاطينها لنفسنا، نحس ان احنا افهم منهم، لا احنا مو، يعني انت فكر فيها هذا انسان، نفس ما نقول رحمه في ايد رحيم، فخلك يعني تحلى بالرحمه. يعني هذه أول قاعدة وأول سبب يخلي الإنسان أنه يتسلط على أولاده داخل البيت. بعدين بصراحة إذا أخوه تعرض لإساءات، هذا المربي متعرض لإساءات في صغره، بيطلعها في مين؟ في عياله، في أولاده. كيف كانها سلسلة، نفس المرة اللي طافت قلنا لازم أحد يطلع ويكسر السلسلة. صحيح. أوكي، يوتعي أنه أوكي أنا مريت بهذا الظرف، ما يصير عيده يا أولادي. صح. إيه؟ حلو، يعني تكلمنا عن الوعي، وصح مثل ما ذكرتي انت، في بعض الاشخاص ممكن يعرضون عيالهم الى مثل هذه الاساءات، لكنهم ما يعرفون ترى ان هم قاعدين ياثرون عليهم نفسيا او جسديا، ممكن جسديا تكون واضحه لكن نفسيا صح. مثل ما ذكرتي هو شيء جدا خطير. احنا نتعامل يوميا مثلا، نقدر يعني نشوف الاطفال في كل مكان، شلون اعرف ان هذا الشخص هل في
يعني بعض الصفات اللي تظهر عليه تعلمني ان هذا الشخص يتعرض الى سوء معامله. اي تشوفين الطفل يكون بطريقتين يطلع هاي ردود الافعال، يا انسحابي يا عنيف، لانه يحاول، هو العنف والغضب هو عباره عن مشاعر مكبوته يحاول الطفل انه يطلعها ويعبر عنها. فاذا هو مضغوط مثلا في البيت على سبيل المثال، قاعد يتعرض للاساءات في البيت، فوين يطلعها؟ يروح يتنمر في المدرسة على اللي حوالينا، أوكي. أو حتى على أخوانه في البيت يمكن اللي أصغر منه، ويدور أحد أضعف منه يطلع عليه هاي الغضب، أوكي؟ أو تشوفينه ينسحب. يعني عادة هم الأطفال يكونون يطلعون بهاي الطريقة. يعني ينسحب يعني تكلمينه وهو يمشي عنك ولا شلون بالضبط؟ لا، يكون مثلا داخل الصف ما يشارك، ما يكون علاقات وصداقات، ينطوي على نفسه بالضبط، يكون انطوائي ويحاول انه ما يجتمع. ليش؟ علشان هو كل ما يجتمع مع الاطفال او ينحط في موقف، خلينا نقول يصير عليه اضاءة، يطلع نقاط الضعف مالته وضعف شخصيته، فهو يحاول انه ما يطلعها، يبتعد صح. يكون اسهل اليه واحسن. فهو من تطلع هاي الاشارتين عارف انه في سبب. يعني حتى لما يقولون هاي الطفل طبيعته يعني مثلا عدواني، ما في طفل طبيعته عدواني، ما في، في سبب كون الى دفع على انه يطلع هذا السلوك. فهاي النوع من الاساءات بسهوله تقدرين تعرفينها، تشوفين هاي النوعيتين او هاي السلوكين يطلع على الطفل. بس استاذ امل، يمكن احنا تكلمنا عن الاساءه داخل محيط الاسره، لكن ماذا عن الاساءه لما تي من خارج محيط الاسره؟ كيف الاهل يعرفون عن هذه الاساءه وكيف يتعاملون معها وشلون يبين على الطفل؟ شوف اخ محمد، احنا شو نقول؟ نقول دائما اسس الطفل في البيت، لما طلع برا تكون عليه الامور اسهل. لما يكون اقوى داخل البيت ويتعرض لاساءه برا، شو يصير؟ يا يدافع عن نفسه اذا هو خلاص وصلته الى مرحله من الثقه بالنفس، أو أنه يرجع ويقول، ما يكبتها ويخليها ويخشها فتستمر عليه الإساءة والتنمر ويتعرض إلى أشياء أكبر. فأنت كل ما أسست الطفل على الثقة بالنفس وأنه ممكن إحنا في حياتنا نتعرض لعديد من المواقف، ترى على طول هو أنت ما تقدر تحميهم بعد، الحماية الزايدة والمفرطة هي نوع من أنواع الإساءات النفسية، لأن تخلق شخص ضعيف جدا. صح. وهذا اللي حاصل. يعني احنا لما نقارن بين التربيه القديمه جدا والتربيه الحديثه، شنو اللي صار؟ انتقلوا من نقيض الى نقيض ثاني. صح. يعني سابقا وارجع اقول اكيد 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 اللي ربوا حطوا كل ما عندهم، افضل ما عندهم في التربيه، ولكن كان في اعتماد على نوع من القسوه. صح. اوكي، وهذه القسوه تعتبر نوع من انواع الاساءات. فاللي تعرضوا إليه هذا الجيل قالوا لا، إحنا بنتفاداه في أولادنا. شنو اللي صار؟ صار النقيض. يعني ما كان في اعتدال، إحنا نحاول نوصل لمرحلة من التوازن. صح. لا تقسي بس لا تدلل، يعني الدلال الزايد. الوسطية هي دائما تكون يعني الخيار الصح بالضبط للوالدين. فخلق شخصية قوية عندها ثقة بالنفس داخل البيت، مهما تعرض برا، يا يدافع عن نفسه أو يدور أحد من الراشدين اللي يعتبر أنه أمان ويتكلم وياه، أو يرجع البيت ويقول. صحيح. يقدر أنه هو يواجه الحياة برا. وهاي التربية الصحيحة، أن أنت تخلق من شخص يقدر يدافع عن نفسه خارج المحيط، على أساس ما يكون مثل ما تقولين نقطة مستهدفة. طبعا في النهاية استشارية الاستشارية والتربوية أمل جميل السبعي، يعطيك العافية وكل الشكر على تواجدك معنا اليوم. شكرا لك. طبعا استاذ، خلونا الآن مشاهدينا نروح إلى فاصل قصير ونرجع لما تبقى معاكم من برنامج شمس البحرين. عودة لكم مشاهدينا مع آخر مواضيعنا لهذه الحلقة. يعتقد بعض كبار السن أن ممارسة الأنشطة الرياضية مناسبة أكثر لعمر الشباب، لكن يجب التنويه بأن ممارسة الرياضة ضرورية جدا لكافة الأعمار، خصوصا كبار السن، وبهذا الوقت بالتحديد لزيادة اللياقة البدنية. أكيد محمد، طبعا بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع بروفيسور كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين الدكتور فيصل الملا. صبحك الله بالخير دكتور، يا أهلا ومرحبا. صباحك الله بالنور، وأنا سعيد بهذه الاستضافة في هذه الأجواء الجميلة. طبعا بالتأكيد احنا سعد بتواجدك معنا دكتور. خلينا نتكلم عن موضوعنا بشكل عام في البداية. بالتأكيد هناك تغيرات فيسيولوجية كبيرة جدا يمر فيها الإنسان مع تقدمه للسن، فما أهمية هذه أو ما هي أبرز هذه التغيرات اللي تحدث بعد الوصول إلى عمر 60؟ كما أشرت محمد في بداية المقدمة،
أن البعض يعتقد أن وصول الفرد عند العقد السادس من العمر معناته هو ممارسة النشاط الرياضي لم يعد خيار أساسي له، ولكن في الواقع أن هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ، نظرا لأن ممارسة النشاط الرياضي تعد أفضل طريق ليتمتع الفرد بصحة وعافية، كل الدراسات تشير. ولكن كما أشرت، ليش أهمية النشاط الرياضي لهذه الفترة؟ لأن هناك بعض التغييرات، والتغييرات في الواقع معظمها يعني فسيولوجية مرتبطة بالنشاط البدني. أهم هذه التغييرات هي عبارة عن انخفاض الكتلة العضلية وكذلك انخفاض كتلة العظام، وهذا يؤدي في الواقع إلى هشاشة العظام وإلى كذلك عبارة عن انحلال بعض الفقرات في مرحلة من المراحل، وهي بطبيعتها مرتبطة بهذه المرحلة اللي يطلق عليها مرحلة الشيخوخة. طيب، إضافة إلى هذه التغييرات، هناك في الواقع تظهر عاد الحين تبدأ أمراض القلب، الكوليسترول، صحيح، السكر، بعض الجوانب، وهذه الأعراض في الواقع تؤثر على حركة الشخص الطبيعي. يعني الشخص اللي كان يقوم ببعض الواجبات أبسط عبارة عن الحركة، القيام، الجلوس، ركوب السلم، شيل بعض الأشياء، يعاني في الواقع أنه بعض الصعوبات. لذلك عندما نتحدث ما هي التغييرات عشان نبين ما هي أهمية النشاط الرياضي، في خلال استرسالنا في هذا الحديث راح نبين علاقة هذه التغييرات وشنو حلها في الواقع في النشاط الرياضي والبدني. حلو، أكيد نبي نتكلم عن فوائد الرياضة لمن فيهم، لمن في هذه العمر. طبعا دائما مثل ما قلنا احنا اللي يوصلون لعمر الستين دائما يقولون انه لا احنا خلاص يعني الرياضة حق الشباب الحين، هم اللي لابد انهم يمارسون هذه النوع من الرياضة. لكن احنا ذكرنا ومثل ما ذكرنا دائما ان الرياضة حق الجميع، هي صحة في النهاية للجميع، فشنو هي فوائدها خاصة وتحديدا الى هاي الفئة العمرية؟ تطرقش لهالموضوع هي في بالي في الواقع يوم ما كنت انا ادرس في الولايات المتحدة، أشوف الصبح وراء كليتنا أعداد كبيرة من الأشخاص خاصة كبار السن يؤدون المشي ويؤدون بعض هذه الأنشطة، لأن في الواقع لها فوائد كبيرة. نرجع إلى ما هي التغييرات عشان نبين فوائدها. صح. أول فائدة في الواقع أن هي في الواقع تحسن عضلة القلب. القلب عضلة، إذا أنت ما قمت بعملية تحسين وتدريبها تضمر وتأثر في الواقع على جميع الأجهزة الأخرى. اثنين، احنا قلنا مع تقدم العمر انه راح ينخفض في الواقع الكتله العضليه وكذلك كثافه العظام. خلي ابين لكم بعض النسب، ان مع تقدم العمر انه راح تنزل من 3 الى 5% من كتله العظام وكذلك العضلات كل 10 سنوات بدايه من الثلاثين. طيب ايش رايكم ان ممارستي للنشاط الرياضي في الواقع تساعد على عمليه هذه الفائده، ان تقوم بعمليه تجديد هذه الجوانب وتساعد على قويته؟ ويجب ان اشير ان هذه في الواقع الاشكاليه احد اكبر الاسباب لإصابة كبار السن بالكسور. لذلك احنا قلنا في الواقع تساعد على عملية تنشيط عضلات القلب، وكذلك في الواقع تساعد على زيادة كثافة العظام والعضلات. بالإضافة للأخرى، طيب من أفضل الفوائد هو عبارة عن عدم ظهور مرض الزهايمر أو عبارة عن فقد الذاكرة، إضافة في الواقع أن تحسين الوزن، وكذلك الأهم تحسين الحركة والتوازن. التوازن جدا مهم حق كبار السن، لان معظم الاصابات تحصل في الواقع من انخفاض التوازن. صح. باضافه الجوانب الاخرى التي هي عباره عن تشمل كل، ليس فقط كبار السن. طبعا دكتور، مثل ما تفضلت بان في الولايات المتحده والدول الغربيه يمكن تعودنا نشوف ان كبار السن دائما حريصين على ممارسه الرياضه بشكل يومي او بشكل دوري، خلينا نتكلم، لكن خلينا نتطرق الى مجتمعنا، يمكن خاصه مع الظروف الاصطناعيه الاخيره اللي مرت علينا خلت الكل يتجه الى الرياضه. شلون نشوف ممارسه الرياضه في مجتمعنا خصوصا لكبار السن؟ شوف اخوي محمد، ترى الجائحه من ايجابياتها ان في الواقع صار تغيير جدا كبير في الجوانب البدني والرياضي والصحي. لذلك كل الاشخاص وكل الافراد في المجتمع البحريني، وهذا على حسب النتائج اللي انا اجريها، صار في وعي كبير. بس للاسف لان الثقافه والعادات بالنسبه حق كبار السن هي في الواقع التي تعيق. عالميا 75% من كبار السن لا يزاولون النشاط المعتاد. وفي البحرين في الواقع النسبه اكبر، لان في بعض القيود التي تفرضها عليه. احنا ما تعودنا ان في الواقع السيده كبيره او المراه العوده تمشي بالشارع، واذا شافوها الناس ينظرون. هذه الفرق اللي بيننا وبين الدول المتقدمه هو في الواقع فقط في الوعي، ليس في هو عباره عن جايبينه من مجتمع اخر. لذلك احنا نبغى نأصل الوعي على اساس ان ننشر، ولكن كما اشرت في نقله، بس بالنسبه حق هالفئه نظرا لبعض القيود والظروف هي في الواقع لغايه الان النسبه اقل. وانا يعني في الواقع اشكركم لتطرقكم او اختياركم لهذا الموضوع، لان في امس الحاجه خاصه الدول المتقدمه تنظر في عمليه هذه الفئه اللي يسمونها كبار المواطنين مو كبار السن، على اساس ان تعزز، لان في الواقع هي عباره عن احد معايير التنميه.
جميل. يعني انت الدكتور ذكرت من شوي ان مجتمعنا يمكن ما عنده وعي كبير بان كبار السن يكونون يمارسون الرياضه، لكن انا في الفتره الاخيره يعني طبعا لان اروح الممشى اشوف كبار السن موجودين من الجنسين طبعا يعني الذكور والاناث، يعني اشوف انه في شوي وعي بخصوص موضوع ان الرياضه، وان انا بما ان الاجواء حلوه اطلع برا اتمشى في الممشى او حوالين حتى يعني في حوالين البيوت او في الفرجان او الاماكن اللي تكون يعني مفتوحه، ففي وعي الحمد لله يعني، وان شاء الله يكون هذا الوعي بشكل اكبر في السنوات القادمه. ابي اتكلم عن انواع، بما ان ذكرت المشي وفي بعض الاشخاص يمارسون رياضه المشي، ابي اتكلم عن الانشطه اللي ممكن ان يمارسونها هذه الفئه العمريه. هل كل الأنشطة ممكن أنهم يمارسونها ولا في أشياء معينة؟ خلي أحددها في ثلاثة فواقع مجاميع. هو يجب على كبار السن وكذلك معظم الأفراد أن يمارسون الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الهوائية، وبعطي أمثلة منها بسيطة، وأنشطة القوة والمقاومة وأنشطة التوازن والإطالة، وكل هذه الأنشطة مرتبطة بما هي الإشكاليات الصحية التي تواجه هذه المجموعة. أول شيء الأنشطة الهوائية. طيب مثل ما أشرتي من أفضل الأنشطة التي يمكن أي شخص يمارسها سواء كان داخل البيت في الأجواء أو برا هو عبارة عن المشي. وإذا كان الجري الخفيف، النشاط الأكثر شيوعا حاليا هي عبارة عن الأنشطة الأيروبكس المائية، هي عبارة عن سواء حق الجنسين جدا نشاط مهم، ينشط القلب، ينشط الجوانب الأخرى، يساعد على عملية كذلك إضافة جوانب كبيرة من الكتلة العظمية أو العضلية. النشاط الثالث هو عبارة عن أي نشاط أنت يتناسب معك، ركوب السيكل، لعب التنس الأرضي إذا كان يتناسب معك. بإضافة هذه الأنشطة في الواقع أنشطة المقاومة، أنا محتاج في مرحلة من المراحل أن أنا أقوم بعملية أداء بعض الأنشطة القوة سواء ضد مقاومات أو أجهزة أو حتى الأنشطة البسيطة في المنزل. أنشطة التوازن والإطالة جدا مهم حق كبار السن، يعني يمكن ان انا اقوم بعمليه الوقوف على قدم واحده، وضع الكعب امام القدم وامشي في خط واحد، اقوم بعمليه الوقوف من الجلوس بدون ما المس شيء على اساس ان اتزن. ارجع اقول اهميه الاتزان عندما انادي فيه، لان معظم الاصابات يعني خلنا بس انوه نقطه واحده. اول اصابه التي يعاني منها كبار السن هي عباره عن اصابات الحوادث السيارات، ثاني اصابه الكسور الناتجه من قلة النشاط البدني. لاحظ أهمية النشاط البدني عندما تحدث أنشطة التوازن، أنشطة القوة وأنشطة الهوائية. جميل. طبعا والأكيد دكتور الأهم في الرياضة هي المواصلة، مو منه يلعب مثلا يوم واحد في الشهر ويوقف خلاص باقي الأيام. شلون نحدد مقدار قوة التمرين ومقدار التكرار المناسب بالنسبة لكبار السن؟ سؤال جدا مهم حق يعني الأخوة والأخوات والأمهات والوالدين المصطلح العام في المنازل، انه يجب ان انا احدد ما هي الفتره. هي الفتره ما تختلف اخوي محمد ترى بالنسبه حق الشباب او بالنسبه حق كبار السن، بس هي عباره عن الكثافه تختلف. يفضل على حسب منظمه الصحه العالميه ان انا امارس في الواقع 150 دقيقه في الاسبوع، يعني معناته 30 دقيقه كل يوم، بس الكثافه تختلف. بدل ما اسوي 30 اسوي 15 15 10 10 على حسب يعني الشخص اللي إذا ما كان يعاني في الواقع الأمراض. كذلك يجب أن أنا أنوعها من خلال ثلاثة الأنشطة، أنشطة هوائية، أنشطة قوة، وأنشطة في الواقع اتزان ومرونة. جميل. حلو. يعني دكتور أكيد الرياضة لها دور كبير في صحة الشخص خاصة عند الستين، لكن أكيد في هناك عادات صحية لابد أن يتم التوصية بها إلى جانب هذه الأنشطة الرياضية على أساس تكون بشكل مكتمل. لو نتكلم عن هذه العادات الصحية، أنا بحدد في حدود في الواقع أربع عادات، وهذه يعني تؤكد من خلال المنظمات الصحية. أول عادة يجب أن أنا أشرب ماء بشكل كثير، وأنا عارفين عملية الماء التي تتراوح بشكل بسيط، معادلة بسيطة، أخذ عمرك ضربة في 30 يطلع لك المليلتر، يعني 3 لتر في اليوم بشكل جانب له. الأكل الخضروات والعصائر بشكل متواصل. الأكل الصحي، عدم اعتماد على الوجبات التي تتميز بكثير من الدهون في الواقع، إضافة إلى الجوانب الأخرى في الواقع، يجب أن أنا أقوم بعملية الفحص الطبي وأتحقق من الجوانب الأخرى. إضافة المهم في الواقع نقطتين، عدم التعرض إلى الأشعة الزرقاء، الهواتف، الأجهزة الذكية بالنسبة حق كبار، لأن هذه أثر على في الواقع
الذكاء والمخ وكذلك والصداع. النقطة الأخرى يجب أن أنا أحدد فترات الاستيقاظ والنوم وتكون فترات نومي في الواقع بشكل مستقر في حدود 7 إلى 8 ساعات. أكيد، وطبعاً دائماً هناك نقول في إرشادات عامة يجب مراعاتها لكبار السن عند ممارسة الرياضة، ما هي أبرز هذه الإرشادات؟ أول إرشاد يجب أن أنا أتحقق أن أنا في الواقع ما عندي، يعني معناته أن أنا أذهب حق طبيبي العائلة أو أي كشف آخر أتحقق من هذا. النقطة الثانية لبس اللباس القطني المناسب، والأهم وين أسوي النشاط؟ إذا كان برع يجب أن أنا راعي مثل الوقت، إذا كان الجو بارد مثل اليوم يجب كذلك أن أنا راعي، بإضافة الجوانب المرتبطة في الواقع في عملية أخذ بعض الاحتياطات اللازمة فيما يخص إذا كانت الأنشطة في المنزل عدم أو عدم الاصطدام في بعض الأجهزة الموجودة. هذه أهم الاشتراطات اللي بالنسبة حق كبار السن، نظرا أن حركتهم في الواقع مقننة أو مقيدة وتتناسب مع الفترة الزمنية اللي فيها. تمام، لو بنتكلم عن بعض المعوقات اللي ممكن أنها تحد من ممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة إلى كبار السن، هل في بعض المعوقات الرئيسية اللي ممكن أن نتكلم عنها؟ أختي جمانة، أنا سويت دراسة على كبار السن وجدت أن هم على حسب رأيهم صنفتها إلى 6 معوقات، معوقات صحية بدنية مثل زيادة الوزن، الشعور ببعض الأمراض أو شاشة العظم، هذه أحد الأسباب. السبب الثاني في الواقع الأسباب الاجتماعية، ما في أحد يشجعني من البيت، أنا كبير ما شفت دعم من بعض الأسر كذلك، وفي الواقع أن أنا النظرة العامة كذلك لا مقيد. الجانب النفسي يقول أن أنا أجلس في البيت أطالع التلفزيون أحسن من أنا أتحرك في الواقع، وكذلك أن المشي شوية ما يعطيني فائدة، ما عنده خلفية. الجانب التقاليد والثقافة، لغاية الآن في نظرة تنظر حق أن شوية النشاط ما يتوفى، هذه في الواقع نظرة مو صحيح. الجانب الآخر هو الجانب المادي، بعض الألبسة والأجهزة غالية، وكذلك الاشتراك في بعض الأندية الخاصة كذلك. إن السبب الأخير هو عبارة عن قلة الإمكانات والتجهيزات، لغاية الآن لا تتوافر تلك الإمكانات التي تسمح في الواقع، وكذلك أنتم عارفين الجو اللي عندنا يفترض أن تكون بعض التجهيزات اللي بتحدث عنها إن شاء الله إذا سمح الوقت. طبعا دكتور، بالتأكيد خلينا نتكلم عن الجهات المسؤولة عن الرياضة في البلد والأكاديميين الرياضيين مثلكم دكتور والإعلام الرياضي، خلينا نتكلم شلون يقوم بدوره من أجل تعزيز مفهوم الرياضة للجميع ويوصل فكرة أن لازم تمارس الرياضة خصوصا لكبار السن. أنا راح أعزز هذا البرنامج وراح أتحدث عن استراتيجية. أنا في وجهة نظري أن توجد استراتيجية، أول استراتيجية عشان أتغير هو عبارة عن نشر ثقافة ممارسة النشاط بعد 60، وهذه جهد يعني الأجهزة الإعلامية ودور في الواقع تلفزيون البحرين اللي في الواقع أن أنا أثني عليه، يكفي أن أنا معظم الأنشطة اللي أنت تقدمها حتى في برنامج القناة الرياضي يعزز النشاط الرياضي بشكل عام في الواقع، وهذه أول استراتيجية يجب نحن في الواقع نقوم بعملية تعزيزها بشكل أكثر. النقطة الثانية هي عبارة عن توفير الإمكانات والتجهيزات حق كبار السن. أنا في الواقع حبذا لو الجهات المعنية تقوم بعملية إنشاء نادي لكبار السن في الواقع، ويكون في العمل بالنسبة حق هذه بعض الأشخاص بعمل تطوعي يساعدون هذه الفئة في عملية النشاط. هذه في الواقع يعني الاستراتيجية اللي أنا يعني أعتقد أنه راح تسهم في عملية تعزيز هذه الفئة. ومثل ما قلت يا أختي جمانة أنه في وعي في الواقع، ولكن إحنا ما نحب أن نكتب هذا الوعي على أساس أن نصل بهذا المجتمع إلى ما يعني تصبو إليه قيادتنا الرشيدة. أنا في توقع في تصوري يجب تعزيز هذا الجانب. يعني دكتور من شوي ذكرنا بعض الممارسات او الانشطه الرياضيه اللي ممكن ان كبار السن يمارسونها، الحين بتكلم عن العكس، شنو الانشطه الرياضيه اللي لابد انهم يتجنبونها بشكل تام؟ هو عاده ان انا ما احب ان يعني اجاوب على السؤال، بس انا متقصد ان اجاوب عليه، لان في لغايه الان يعني وعي خاطئ عند بعض الفئه، نظرا لان الكل قام يتحدث عن النشاط الرياضي، في بعض الانشطه لا تتناسب في الواقع، مع العلم ان هي انشطه رياضيه، ليس حق الكل، لكن حق بعض الفئات في الواقع. عندما تحدثت ان انا اكثر الاصابات التي يعاني منها كبار السن هي عباره عن السقوط. طيب من اكثر الانشطه الرياضيه التي يجب تجنبها بعض الافراد هي عباره عن ركوب السلالم. الواحد يتوقع يقول انت كبير استخدم يعني السلم، بس انا بعطيكم بعض النتائج في الواقع في الدول الغربيه، ان استخدام المصعد في مرحله من المراحل مع تقدم خاصه بعد 65 هو اسلم في جانب معين، لان ركوب السلم هو محتاج توازن كبير، واحنا قلنا هذه الفئه تفتقر لهذا التوازن، لذلك لا تضغط على الشخص أن يسوي أنشطة على السلالم. النشاط الثاني جدا معتاد، إحنا نشوفه يمكن أخوي محمد يشوفه في المجال الرياضي، هو ثني الجذع أمام من أسفل للمس القدمين. صح. وهذا جدا نشاط يضع عبء على الفقرات،
وانت عارفه مع السن احنا قلنا في بعض التهتك هشاشه بعض البقرات اقول ابتعد عنه، هذه حق شخص يمكن ان انت يعني تاخذ تمرير يعني تعويض يمكن على استلقاء. وكذلك النشاط الثالث في الواقع هو عباره عن عدم عمل الكرنشز الجلوس من الركود حق فئه لا تتناسب. يعني لا تلاحظ ان بعض الانشطه يمكن تتناسب حق الفئه اللي تحت 65، بعض اقول يمكن ان انت تستعيض عنها ببعض الانشطه. هذه ثلاثه الانشطه في الواقع التي الجهات الطبيه تقول تجنبها، ليس هي عباره عن انشطه خاطئه، تجنبها مع تقدم العمر الا اذا كنت انت ممارس الواقع نشاط رياضي. صح. بالعكس هذه مسموح، كل نشاط ما في مضره، بس يعني يوصون ان نبتعد عن هذه الانشطه. لكن نتمنى السلامة طبعا لجميع ممارسين الرياضة، ونتمنى للي ما يمارسون الرياضة انهم يتجهون بعد هذا اللقاء الى ممارسة الرياضة بشكل دوري وشكل يومي. خلينا نتكلم دكتور فيصل الله، شكرا لك على تواجدك معنا، ونتمنى ان نلتقي في الاسابيع المقبلة بمواضيع مهمة ومواضيع مفيدة للجميع. والشكر موصول لكم. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا قبل ما نختم نرجع ونذكركم بان بامكانكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالاضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات اذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق PHTVN Radio وموقع live.ph. وبتذي طبعا نكون وصلنا لختام حلقة الأحد من برنامجكم الصباحي شمس البحرين، نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.